بس الرسول ما تنسوا كان بشر مثلنا أبو يحيى، يعني كان يأكل وكان يشرب وكان ينام، ما هيك ولا لا؟ وكان يمشي. طيب بتحب الرسول؟ عادة اللي بيحب التاني بيحب يعرف كل شيء عنه. خبرني الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كان ينام. ها نحن كل يوم بننام، بدي نام مثل الرسول، خبرني كيف كان ينام النبي على بطنه؟ لا ما بقى بنام على بطني، لكن أصلا هذه النوم على البطن الشياطين تحبها، انتبهنا، يعني ليست ممدوحة النوم على البطن. فيلي معود ينام على بطنه يغير ينام مثل النبي. كيف كان ينام النبي عليه الصلاة والسلام؟ على جنبه الأيمن، ولما ينام على جنبه الأيمن شو كان يعمل؟ كان يحط إيده هيك بهالشكل على خده وينام عليه الصلاة والسلام على جنبه الأيمن. وكمان كان الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه السنة للرجال مش للنساء، إذا كان الرجل لا يصيبه الضرر إنه ينام من غير ما يلبس شيء من فوق، انتبهتوا؟ إنه ينام عاري القسم الأعلى، هذا من السنة. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان ينام ما كان يحط شيء على قسمه الأعلى، فإذا كنت ما بتنضر هذه أحسن عادة في النوم، واضح؟ بتنام على جنبك اليمين، تحط إيدك على خدك وبتنام عريان القسم شو الأعلى من جسدك إذا كنت ما بتنضر. ثم شو كان النبي يعمل؟ كان يحط السواك تحت المخدي، بحط السواك تحت المخدي. أول ما يفيق النبي كان يذكر الله، وشو يعمل؟ يشوص أسنانه أو فاه، يعني بيتسوك، واضح؟ بعمل مثل الرسول. طيب شو كان النبي يعمل آخر شيء قبل ما ينام؟ كان يذكر الله لحتى ينام، بذكر الله لحتى نام. كان النبي ينام على وضوء، بتوضأ وبنام. هيدي هيك ليش؟ طيب عم تعمل هيك حبا برسول الله.